طيب نعود إلى اقتصاديات البرنامج سينما راديو اللي واضح اتعمل عليها اتصرف عليها كتير قوي علشان تتجدد تمام. ويكون عند حضرتك المسرح الكبير كبير قوي ده تمام. وكان في حصل طبعا تفاعل كبير مع الجمهور، لكن اسمح لي أعرض على حضرتك تقرير قصير تمام ولسادة المشاهدين عن سينما راديو، الأجواء فيها دلوقتي شكلها إيه، والمحيط بتاعها والناس اللي موجودين هناك إحساسهم إيه دلوقتي. أنت بني آدم ما أنتش كويس. أهلا بكم في برنامج المسرح ايام باسم يوسف، ايام ما كان بيتعرض البرنامج هنا. المسرح طبعا كان عامل حركه في الشارع، وكان عامل ناس وبني ادمين، وكان في زحمه هنا، وكل يوم اربع مثلا تلاقي المسرح وشارع ثلاث حرب شبه مقفول بسبب عرض البرنامج. اول ما بدا باسم يوسف يهاجم السيسي ويهاجم ناس تاني، فطبعا حصل احتكاكات هنا بينهم وبين الناس بسبب الموضوع دون، وجات ناس اتجمهرت هنا مرتين تقريبا وعملوا قلق، واللي هو شبه كانوا هيخشوا يدغدغوا المسرح. بعد ما توقف العرض بدا بقى موضوع الترميم وتجديد المسرح وشيل اليوفط والمنظر اللي انت شفته ده، بقى كان فيه اليوفط بتاعت مسرح راديو القديمه والكلام ده، فبداوا يجددوا في المسرح، بدا الكلام يهدى في المسرح، ما بقاش في ضغط عليه زي الاول. حضرتك طبعا من حاجة تعلق على اي حاجه في التعليق، لكن انا لفت نظري كلمه الشاب اللي موجود وبيقتات يعني في من بيع الملابس في الشارع، والشارع دلوقتي بقى دلوقتي اوف ما شاء الله الزحام اللي فيه